مرحبا فيكم أعزائي المشاهدين، معكم أحمد الشيخ من قناة سيرين جيمر. اليوم عنا لعبة جديدة مثل ما عودناكم. لعبتنا لليوم هي دريم ليج سوكر. هاي هي، طبعا أنا مبلش المباراة من قبل. هي لعبة كرة قدم، تقدر أنت تختار تقدر تختار اسم الفريق اللي أنت بدك إياه وش يلبسوا اللاعبين. مثلا انا مخليهم يختار لهم اللبس الازرق. الشوطة طبعا تقدر انت تشتري لاعبين. انا مثلا هلا بفرجيكم تشكيلتي بعد شوي بعد الشوطة. الهجمة الخطيرة، يا الله ضاعت علينا هجمة. يلا بفرجيكم هلا تشكيلتي مانجمنت. عندي كاسياس، مارسيلو، راموس، بيبي، بنزيما، دول الى اخره. رونالدو كمان معي. وهذا طبعا انا مخترع لحالي اسم ولاعب اسمي احمد الشيخ، لاني انا بهاللعبة بقدر اصمم انا لاعب وانا اخترت له اسمي. اللعبة حلوة بس ما هي بكفاءة الفيفا. بتتميز بانه ما لها حجم تقيل على الموبايل مثل الفيفا، لا يعني خفيفة. الفيفا هذيك بتاخد ايام لتحمل على الموبايل. طبعا ارفعها يلا. الشوطة طبعا في مباريات دوري وفي مباريات عادية ومجموعات بهاللعبة. حلوة يا عمي، مش عارف. أنا كل تشكيلتي ريال مدريد الحمد لله، جايبين كلهم ريال مدريد مع إنه التشكيلة قديمة، يعني لدرجة إنه كاسياس عم بيلعب معي. بس حلوة التشكيلة، لعبة شوي بدها تحديث حتى تجيب لاعبين مثلا ريال مدريد السنة. جول، سجلنا جول. جول بالدقيقة 86، وبالنهاية بتنحسب لك نقاط وقديش انت بتاخد نقاط. على كل جول بينحسب لك يمكن 3 نقاط على ما اظن، وعليك مهمات اذا عملتهم كمان بتاخد نقاط. وبعدين كل ما بتجمع النقاط تقدر تشتري لاعب، تقدر انت تصنع لاعب. هاي شوطة ومين سجلها؟ غيره. بيعمل تبديل هيك سريع بالدقيقة 90، بلكي بنضيع شوي وقت. هذا لا معي، لا ما بدنا. لحظة اضغط عليه على اسمي سواب بدل. انتهت المباراة تماما لما دخل لعبي. هاي كانت حلقتنا لليوم. لايك وسبسكرايب لقناة سيرين جيمر. نشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، وبتقدروا تتابعوا هذا المان اوف ماتش، وبتقدروا تتابعوا هال3 ألعاب شرحنا عنه، لعبة دوبرجي، لعبة اجار دوت اي او، ودريم ليج سوكر. اليوم ما كان معكم احمد الشيخ من قناة سيرين جيمر. نشوفكم بلعبة جديدة، مع السلامة.